هذه إدارة اليمن بيانها اللي قايلة فيه رواية معاكسة تماما للرواية الثانية، هو زعما شرى صفحة الفيسبوك. الطب اللي صدرت منه شهادة أولية وفيها أسباب وفاة الصفي للشين هو نفسه اللي صدر شهادة معاكسة، الجهة الوصية وزارة الصحة، العدالة اللي يتكلم عنها بعيد بعد منطقة شرشل، منطقة الناس الصالمون بالعدالة حق حق، هي النيابة هي اللي علنت في اللي ذاك اللي علنت وشاهد كيف الصبح ما اللي علنت عكسه، وهي ما لك ما يطرحت سؤال عن لماذا اللي شفتهم شاروا لها، لأن هذا مخلوق مولانا اللي مات لأنه قد يعود عنده سابقة، وأنا بعد ماني قايلها ولا ذاكرها بي اللي ما نعرف ليش يسوه شنو اللي مسؤول عنه، يا الله يعود دارك في الحبس منه، واللي مسؤول انه يا الله يعود وحاسب منه. انا والله حزب التكتل، والله حزب الصواب، والله حزب التواصل، لماذا خاض العادل لي يا الله يعود درك النقر. تشرشل لين الحرب العالميه الثانيه وخريطه مطاراتهم وقواعدهم العسكريه عند الالمان ويقصفوها وعاد بدهم يغيروها، وواحد من المطارات دار في زر مزارعين خيام مزارعين تو وقاسوا العداله وشكا وقالوا عنهم المطارات مطار ما تخليهم يرقدوا صوات الطائرات، وحكمت لهم المحكمه وطرحوا عندنا وزير الحربيه على تشرشل قالوا عنه مستعد يخسر الحرب غير ما هو مستعد يخسر ثقه المواطنين في العداله. بهدي هذه الاجهزه اجهزه للدوله والجمهوريه، ولا هي الحزب الانصاف ولا هي لحد اخر، ولا هي الاغلبيه ولا هي اللون ولا هي العرق ولا هي الجهه، يلا الناس تناولها من الزاويه ولين تشوف فيها شيء ما هو صالح تقول انه ما هو صالح، ونظره تصديق لها عنها لين يخرج شيء فيها ما هو صالح، والله تعود فيها رواقيز يعدلوا شيء ما هو صالح تطهر منه. ولا تنحسب انت جهاز فيه الالاف قبل ارواقيز منه عدلوا مثلا، بدل من تخليه في اطارها وتعود عمليه معزوله واهلها يقدموا العداله وينالوا جزاء ارتكابهم اكبر ذنب واكبر جرم يقدر تكبر رقاش هو ازهاق النفس، وقتلها حد قتلها كي يقتل الناس كامل ونحياها كان معها ناس يوم ومن يقتل منهم متعمدا في جزاء وجنه وخالدا فيها واضب الله عليه ولا عنه هو عدله وعذابه. ادري من تندار في الاطار تندار في الاطار الوحده الوطنيه والوطنيه من راسها حتى سابق يقسم شهاداتها يتذكرها الين تلا تسير سير حكومة محسوبة على حزب وهو اللي عاطيه ثقته في البرلمان خلال النواب واللي مجده فيه، وتتسير تريليون زايد على تريليون، يتذكر الوطني يفهم عن ما يلا حد يقبض مال للشعب الغلابة اللي الفقر هو أكبر مهدد له، ولا نعود سياسة اتجاهه هي سياسة ترسيخ ثقافة الفقر اللي أخطر من الفقر من رأسه، بنخليه دائما متعلق بي اياك تم يزرق لي والله اياك توظيف انتخابي والله شيء ما هو مهم، مساعدات مساعدات تقسيمات، هذا هو اللي ماشي فيه ميزانيه حد من لا يشد اخبار تدخل تجاه الفقراء، والله ذي الامور اللي وطنيه واللي خطيره على الوحده الوطنيه، خصوصا فئات معينه وشرائح معينه قسم لها 20000 سنين ما تصير قاش ولا سرات رزقي من مارو باش لا هي قاعد ينيخ ولا شريت له الشوخر لا يتقري له تركته لا يتداويهم له وطحوكه تقسامهم الكرتات وتعدالهم به المؤتمرات والدعايه. هذا درك مده واحله فيه تخدع روسها وتخدع شعبها وتخدع اي رئيس جاء، هي اخر حد يتكلم عن الوطنيه وهي اخر حد يقسم شهادات الوطنيه. طيب مده اللي انت تتكلم انت لا تعطيني شو طول عمرك لا يعطيكم تقبوا اخي قبل كامل ياسر من الوقت ما تقبوا ما لا اشكال ان شاء الله تعالى.